أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من حوار اليوم مع الدكتور شارل جزرة رئيس جمعية حياة حرة بلا تدخين. خلاص اعتزلت السياسة. ليش هذه مش سياسي هاي؟ بلا ما ها سياسي، بالعكس هذه سياسة نبيلة راقية أخلاقية اجتماعية بتجنن، هذه قالت كل السياسة هيك، بس إنه خد توجه تاني. لا لا هذا من طول عمره، هذا مش توجه تاني، هذا من طول عمره موجود. أنا مؤسس هذه الجمعية، حبيت إضاءة على من 20 سنة من 20 سنة لا من 18 سنة، يعني من أدمينة 2000. وحتى اللي كان معنا مؤسسة هو الوزير زياد بارود، ولكن ما كنت رئيس، بس هالمرة طلبوا مني يكون رئيس وحملوني مسؤولية كبيرة يعني بهالموضوع هيدا. بس هذه السياسة أهم سياسة هوديك اللي بنعملهم، يعني سياسة الزبريب وسوري والطعن بالظهر والطعن بالبطن، هذه السياسة، هذه سياسة مهمة، هذه هيك مبلش هذه السياسة فيها نحكي فيها كتير عن السياسيين بلبنان، يعني مش عم يعطوا لهالموضوع تدخين الحق اللازم. يعني هلا بسياق الحلقة بقدر أكيد رح بلش أنا وياك هيك، رح أحكي بالسياسة السياسية، بس بهيدي السياسة بدي بلش أنا وياك فيها لأنه كتير يعني مهمة. يعني شو عندك أرقام دكتور جزرة؟ قد إيه نسبة المدخنين في لبنان؟ ما بغض النظر عن الأرقام، لا أنا مش طيب مش جاي طيب معي الأرقام، بس بغض النظر في شغلة هي اللي تنفوت على هالموضوع هيدا، بدنا ننتقل من موضوع مهم هو نظرة اللبناني للقانون. نظرة اللبناني والشعب اللبناني والسياسيين لكلمة قانون. أنا بتذكر كنت طالع بتاكسي بأمريكا، قلب التاكسي حاطين مثلا no smoking it's a law، يعني بس تقول للأمريكاني it's a law هيدا قانون، يعني شيء مكرر ما فيك، يعني قانون منه استنسابي. عندنا بلبنان قوانين استنسابية سيد جورج، وهذا الخطر الكبير. يعني مجلس النواب بيعمل قانون بيشتغلوا عليه ولكن ما حدا بيطبقه، لبل بيجي وزراء بيمنعوا تطبيقه بحجة انه هذا القانون بضرب الناس. فهالاستنسابية هيدي بتطبيق القوانين هي هذه اللي وصلتنا لهالمشاكل كلها سوا. رح اعطيك مثل صغير، من وقت ما طلع القانون 174 اللي بيمنع التدخين بالاماكن العامة، نحن اشتغلنا على الموضوع هذا، وكان في قرار كمان دولي انه نقدر نطبقه. وأول ما بلش تطبيقه اصطدم الوزير فادي عبود ذاك الوقت بالمطاعم، مطاعم الأرجيلة، وحاول قد ما بيقدر بالإمكانيات اللي عنده إياها أنه يقدر يطبق هالقانون. اشتغل بيقدر يعمله، استلزموا شوي بعض المطاعم، إجا وزيرين من بعده أو ثلاثة رفضوا تطبيق القانون، حتى شجعوهم للمطاعم انه ما تطبقوا القانون. مع احترامي للوزير اخر وزير سياحه الدكتور الوزير جرينيان، ما قدرنا نحن بنقنعه انه هذا القانون بده تطبيق، حتى كان كلامه انه هذا القانون لازم يتعدل. بس هو قانون. وصلت له خبر، انا ما لازم اوصل له خبر، ما حكيته مباشره، انه خي القانون بدك تطبقه الى حين يعدل، ما فيك تقول والله هذا القانون مش عاجبني. مظبوط، هيك قصدي. هذا نظره الانسان اللبناني والسياسي اللبناني للقانون انه استنسابيه. امتين بتستعمل من القانون، بيستعمل القانون لما بده يتعدى على شي واحد معطر، عمر له شي 3 سنتيمتر زياده بالحيط تبعه، بيطبقوا له القانون. بقى موضوع مثل هيدا موضوع خطير كتير. واللي نحن وقت اللي كنا عم نشتغل على اقرار القانون برمنا على مجمل السياسيين. انا شخصيا كنت رحت عند خمسة رئيس مشان عارف قبل ما يكون رئيس جمهورية، رحنا عند حزب الله، رحنا عند اكثر من كتلة، اصطدمنا بشخص واحد اللي كان ضدنا، هو الوزير دولة رئيس سنيورة. لا هذا بضر بالمطاعم وما فينا نعمله، بالاخر طلع القانون، طلع القانون. واليوم شو حجتهم؟ انه هيدا القانون اذا تطبق ومنعنا التدخين بالاماكن العامه والمطاعم بتخف السياحه. يا استاذ جورج انت زلمه بتسافر كثير، هل السياحه بدبي بقبرص بباريس وببرلين ايه مع الارجيله؟ انه
كل هالدول هذول اللي فيها بس سياحه بس عاداتهم غير عاداتنا يا استاذ شارع. دكتور شارع حبيبي ما مش عادات شرقيه بيحبوا الارجيله بمصر بيحبوا الشيشه إيه لا بس شو يعني شو لا انه قصدي انت بتعرف انه ثلاث ارباع مطاعم هون ما هو وقت بيطبقوا القانون فضيوا المطاعم بس رجعوا حطوا الارجيله مليت المطاعم إيه بيقول لك اسباب اقتصاد خبر خبرين سجل اذا بكره طيب وان شاء الله بعد عمر طويل صار في عندنا كهرباء 24/24 اللي ببطل ان شاء الله ان شاء الله لما ببطل رب نطلب النزاعات السياسيه اللي بتمنع نوصل لكهرباء 24 على 24 هل بتعتقد انت انه رح يجوا اصحاب موتورات يبركوا لك على العمل هذا ولا بده يقولوا لك عم تخرب لنا بيتنا كلمه عم تخرب لنا بيتنا امبارح مثلا هلا بدهم يوسعوا اوتوستراد ها بده يجيبوا تخشيبات غير قانونيه غير قانونيه اخي ما عمل لك مرخصه بده يجيبوا تخشيبات غير قانونيه عم تخربوا لنا بيتنا لا انا اليوم اطلع على بيتي بالصيفي صيفي فورا ابراهيم بقعد 3 ساعات من الدوره لنا ابراهيم مش okay. كتير طيب هل مش نهاية تعرف لا مش وحدة مش كتير ايه مش كتير يعني قال لي واحد قال لي موصل عبيريز اما قبل انت تخش على بيتك هالموضوع هذا له شيء منه انه المحلات العجوانة بالطريق يا سي جورج ما بدها تفتح اوتوستراد لانه اذا صار في اوتوستراد سريع بتبطل يقف واحد يشتري منقوشه ويشتري رغيف الخبز ويشتري لحمه ويشتري نحن بلبنان اللي بيأسفني انه عندنا نظره للقوانين نظره استنسابيه وهذا اللي نظره استهزائيه كمان استهزائيه كمان ما في رمان بيعمل قانون ما في انه اذا ما طبقته لا ما في لانه في حدا بالدوله عم بيغطي بيه يعني بقى في ناس عم بتغطي عم نحاول نحن هلا عم نحاول اعطيك مثل صغير وقت قلنا بدنا نعمل الحمله الوطنيه لدعم تطبيق القانون لانه نحن كمؤسسه كجمعيه صغيره شو فينا نعمل نحن بدنا نجري نحسس المجتمع على هالموضوع هذا ويعمل نحن نعمل حمله وطنيه وكثير ناس تجاوبوا معنا قررنا نعمل مؤتمر برعاية وزير الإعلام الوزير ملحي مرياشي اللي هو أخذ المشروع على عاتقه اللي أنا بطلقه من وزارة الإعلام وهو داعي الوزراء ووزارة الصحة ووزارة السياحة بأخذ الفن اللي بدي أعتذر منكم يعني بس أنه هلأ ما فينا نعبر قبل الانتخابات تقول ليش قال لي في أحد الوزراء قال إذا عملناه قبل الانتخابات هيدا بخسر أصوات أصحاب المطاعم بس بالانتخابات حلو تأخرنا لبعد الانتخابات ما علينا ربح هيدا اللي كان عم بقول لك ربح بقى عم خبرك نشوف إذا ربح كيف نحن أوكي بنرجع بعدين بننق نحن بننق بل اليوم مش رح ننق كتير أوكي رح ننق على لازم حال ما لازم ننق لا إيه أكيد بدنا نضوي عليها في كارثة بالبلد خبرة في بالقانون السائر هلا بطلع قانون سائر في شيء بالماضي وقت تعلمت السواقه انا كان اذا التقوا اربعه على مصلبيه بيتفقوا مع بعضهم اوكي بشوفوا مين يمينه مفتوح وبيبلش يمشي وبيتحول هذيك لمن مفتوح شو كلمه يمينه مفتوح يعني بريوريتي ادروات اللي بتشوفها انت باوروبا بقى مره انا ماشي ورا الطبيه كنت اوكي طالع سيارة مثل الصاروخ من قلب الزاروخ بوف فاتت فيي انا كنت صرت بنص الشارع يعني جابوا خبير قال حق عليك قلت له لا علي انا ماشي على الطريق العام وهي طالع من الزاروخ قال لي بريوريتي ادروات طبق القانون علي بريوريتي ادروات انه الافضلية لليمين بتتصور انه القانون منطبقه اوكي في شغلة مرة صار معي مشكلة مع دركي ما تسلى شوي نخبر الناس شوي حتى ما نحكيهم ليش يعني بيعرفون ما لقى شيء تخلت انه ما لقى شيء عمل يطاش عم يظبط والله العظيم قال ما عندي هيدي الكاوتشوكي ورا الدولاب لانه بالقانون سيارتك لازم يكون فيها كاوتشوكي ورا الدولاب اذا انت ماشي طلع شي بحصه بالبحصه ما تطلع بالدولاب على العربيه اللي وراك تضرب بالهيدي الكاوتشوكي اللي كم سياره اليوم بلبنان كم كاميون يلي هن واخذ الكاميون يكون عندهم اياها عندها هذه القوانين نحن بلبنان بتطبق ساعه اللي بدك ولكن
بيقول لك ايه معك حق. هلا بفهم من حديثك انه القانون 174 ميؤوس منه. نحن مش يعني ميؤوس منه، عم نحاول عم نحارب. في عندي قرابتي بكندا بعثت لي على الفيسبوك قلت لك حطينا هالمشروع هذا، قالت لي بلش القانون بكندا الناس بطل تدخن، اوكي حتى منعوهم يدخنوا على الطرقات العامه. كان اخي الموضوع مش موضوع منظر بس، موضوع صحي. يعني تصور ان انا حكيم قلب اول سؤال بساله للمريض بس يفوت لعندي بتدخن؟ بيقول لي ارجيله. لك يا حبيبي سالتك بتدخن؟ يا بتقول لي ايه يا بتقول لي لا، انه الارجيله مش دخان. ايه لا ارجيله انه لا ارجيله. هيدا الموضوع ما فينا كمان نتجاهل فيه، ولو كنا بأزمة اقتصاديه ولو كنا اوكي مصر. اذا بتيجي بتحسب قديش مصروف الارجيله، قديش لبنانيه بيدفعوا حق ارجيله بالسنه، سير جورج في مبالغ في مليارات حق ارجيله اوكي. ما حكينا بعد يعني عيب عيب. نحن مجتمع بدنا نسمي حالنا مجتمع، بدنا نجيب كارلا بروني وبدنا نجيب شاكيرا وبدنا نعمل سياحه اوكي، ونجي مش قادرين نطبق قانون منع تدخين الاماكن العامه لانه منزع السياحه. شو الحكي هيدا؟ انا ماني موافق، ورح نضل نشتغل ورح نحاول، وفي ناس معنا اوكي ورح نتعب، وفي سياسيين معنا. وهلا املنا انه رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي حكيم قلب، صحيح، فإذا رح نستفيد من وجوده على رأس اللجنة هيدي ونكفي بالموضوع ونتابع إذا هيدا الموضوع. الشعب اللبناني شعب مدخن نسبة عالية. ايه دكتور جزرة أنا ما عم بطلب منك نسبة محددة، بس أنا عم بقول نسبة عامة شعب مدخن. يعني, يعني ما تأثر بكل ما حصل في العشرين سنة الماضية على صعيد العالم وعلى صعيد المنطقة، أنه التدخين يضر والتدخين وهيدول التدخين يؤدي إلى أمراض قاتلة، التدخين يؤدي إلى ما بعرف شو كذا، هو ما تأثر فيهم. ما في شغلة أنه الدولة مش عم سيادك، كمان مش عم سياد الشعب، بتحط لك القانون التدخين يقتل منتين من مش قادر. بفرنسا بأوروبا اللي بمنعوا التدخين بالمكان العام خف نسبة التدخين، واضح خلفك. واضح واضح، حتى على الطريق اذا واحد ماشي عم بيدخن بتلاقيهم عم بيطلعوا فيه انه شايف مشكله هالقد. ماشي شي مره على الطريق تلاقيه وقف بالزاويه عم بيدخن هيك كانه ماشي شي مره بطريق البلديه تبقى الحمد لله غايبه عن السمع، بتشوف زرازير السيجاره على الارض كيفني. طب انا ما بيصير بقى بفرنسا حدا بشو باوروبا. في جينا فيديو بالزمانات على بتذكر في واحد عربي كب سيجاره على التروتوار، البوليس البلجيكي جبروا يلبس التونيو تبع اللي بيشلموا النفايات ويكنس الطريق كله ثم يستخدم الدخان. ليه شو بيمنعنا نحن؟ بس نحن هذه سياسة يلا ماشي لك ماشي. خبرنيك خبرية المجارير بالزمانية تبعنا؟ لا والله ده. لا أجل السامعين ما كان في مجارير بالماضي بالمنطقة اللي كانوا ساكنين فيها، نحن حتى ما نسمي. ما كان بي استاذ مدرسه يعلم على بكره العشيه، يسرب عشيه الساعه 9 بالليل، كان معلم سواقه جديد قبل ما يوصل على البيت كان على كبر معلم سواقه لانه ما كان بده ياخذنا على المدرسه شو بنعمل. طيب قبل ما يوصل على البيت بشي 500 متر تطلع ريحه الفلتين المجرور على الطريق، تطلع ريحه بتضيعها كلها سوا. راح تشكى على الزلمه يفتح رئيس بلدية ذاك الوقت، بعت ورا هذا فتح المشرور. قالوا لي يوسف انت ما فيك تفتح المشرور الا اللي بيكون ميري الاستيت. ليه ما بيصير هذا الحال اللي قالوا ايه انه عندنا بلبنان يا اخي ما فيك تلبس تشيل الكاسك على راسك الا لما يكون في دارك على الطريق. بقى هذا الموضوع هذا شو بده؟ هذا بده يمكن ثقافه، بده ثقافه يعني وزير الثقافة لازم يكون له دور كمان بهالموضوع. هلا هذا تسقيف طبعي صحيح. وزارة التربية وزارة التربية نحن هلا عم نحاول ندخل، بتصور بلشوا بالمدارس برا اوروبا يدخلوا بروجرام منع التدخين ولقيم التدخين قبل المدارس، قبل المدارس، وشغلة كثير مهمة لأن الشغلة ببلش بالمدارس، ببلش من 10 سنين. هذا إذا بدك موضوع القانون 174 وتدخين. طيب أنا كمان بدي أكمل معك بشغلي دكتور جزرة، دايما بينحكى فيها هيدي، أرجوك جاء ذكرني قصة الأرجيلة. مثل ما قلت أنت بيجي واحد لعندك بتقول له بدخن بيقول لك لا أنا بأرجل.
الأرجيلي تحديدا، جيل الشباب، مش جيل الشباب، مراهقين 14-15 سنة. هلأ بنحكي بعدين عن المخدرات وقفة المخدرات ومقتل المخدرات يلي مصيبة المصايب هيدي، لكن خلينا هيدي بقصة التدخين. الأرجيلي تحديدا، خلينا نحكي تضر، خلينا نحكي تأثيره، تأثيره شو قصة إنه بيجي بيقول لك كل نفس أرجيلي ساعة أدعل بالدخان؟ عمل دراسة بالجامعة الأمريكية عفوا عمول معروف تفضل، عمل دراسة بالجامعة الأمريكية بين إنه الأرجيلي ضررها إذا مش قد يعني تقريبا نفس الشيء مثل السيجارة، إلى زائل جانب إلى زيادة عن السيجارة. تعرف الفحم اللي بيستعملوه على الأرجيلي اللي هو سينتيتيك، ما هيدا عم تتنشأ أنت أكسيد الكربون. طب هلا يمكن ما عندنا هلا دراسات قديش اوكي واضح، لأن السيجاره تاثيرها مش اليوم بس، دخن اليوم انت اليوم تاثيرها على الكانسير وعلى السرطان بده يكون بعد 20 سنه يمكن، بس عم بحكي ايه فيه. واخطر من هيك، اخطر من هيك، عمل دراسه حكيم قلب صاحبنا بحلب، عملوا دراسه هونيك لقيوا انه التوب تبع النربيش الارجيلي فيه ميكروب السل. سل؟ ايه، ما هيدا كل واحد عم بدخن ارجيلي بيرجع بيعطوه لغيره. مزبوط، انه بغيروا المبسم، بغيروا المبسم بس بالنربيش جوا نفس رايح، ميكروب ما طلع بعد الميكروب جوا مش قليلة. ليك ليك ملا بقى بتقلن هيك للعالم، الى جانب انه مشكلة الارجيلي سي جورج هي مشكلة شوي اجتماعية. كيف يعني؟ الى وقت البروفيسور حسين زمانيت، انت اللي بدخن ارجيلي اذا قاعد مثلا بمكتبه وصارت الساعة 7 صار ترمي الأرجيلة، بيسكر المكتب بيروح يولع أرجيلته بالبيت. يعني في تأثير على الشغل، في تأثير على هلا اليوم بتفوت الشباب شو قاعدين يعملوا؟ أرجيلة أوكي ولعب طاولة، يعمل ليه؟ ما في غير أشياء بالحياة، بدها وقاية، بدها تسقيف، ما بدها وقاية، بدها كرباج. أنا بنظري بدها كرباج. فكرك إنه بأوروبا اللي بيدخنوا اللي بيطلع حرارة تكون 5 تحت 0 بيطلع بين الأوتيل تيدخن برا، هذا فكرك من تلقاء نفسه بطل يدخن ولا لا؟ فيك في 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 قانون جبره وفيك بتطبق القانون. طب ليه عنا لا؟ ليه ما فينا نطبق القانون عنا؟ قدي السياسيين اللي بيدخنوا بلبنان عندك نسبة يا حبيبي؟ مرة قلت له لا لا أنا عم بسأل بس. كلهم تلت ربيعهم. تصور قلت له ولا ناي برا، ما أنت أقريت القانون، أنت أقريت القانون منع تدخين بالأماكن العامة، عم بدخن بالمطعم لك يا سيدي. قلت له بس استحيت منه. بأكيد ما بدك تستحي منه. مرة مش عارف قاضي كبير صديقنا كان رفينا بالمدرسة كان عم يدخن بالمسكر، قلت له يا حبيبي يا قلبي لو أنا دخنت أنت مفروض توقفني، أنت مفروض توقفني إذا دخنت، أنا عم بشغل عم خالف القانون. إذا بس عم نحكي بس قانون التدخين، شو عم نحكي شو بقى من بقية القوانين الباقية؟ دكتور جزرة شو رأيك بالكلام اللي قاله وزير الصحة أستاذ غسان حصباني نائب رئيس الحكومة الأسبوع الماضي، وقال فيه أنه نسبة الإصابة بأمراض السرطان في لبنان عالية جدا جدا جدا؟ هذا مرجع رسمي، نائب رئيس حكومة وزير صحة، مستند إلى أرقام، مستند إلى معطيات، كلام خطير جدا، وهذا الكلام كل العالم تعرفه، لكن تأكيده على لسان مرجع رسمي بالدولة اللبنانية شو معناته؟ نسبة الإصابة بالسرطان في لبنان تجاوزت المعقول والمقبول وتجاوزت كل نسب معتقدة في لبنان أنه تكون. شو سببها؟ شو بده ينعمل كرمالها؟ وأنت بتشتغل بمستشفى مرموقة ومحترمة، بنوجه لها التحية، مستشفى مار يوسف. صاروا الناس بالمستشفيات أكثر من الأوتيلات للأسف، يعني للأسف صار واحد بده يحجز بالمستشفى حتى يفوت يعمل شيء أو هذا. خليني يبلش أنا وياك بهذه النقطة، ما معنى لبنان أكثر بلد عنده نسبة إصابة بالسرطان بالمنطقة؟ لا صراحة أنا ما شفت التقرير قديش، ولكن بقى عم نحكي كلام، كنت بتمنى وهذا الموضوع صار كمان أكثر من 15 سنة مليح، ولكن كمان مش عم نقدر نعمله. هو تطبيق وثيقة وفاة علمية بأوروبا، وثيقة الوفاة صفحة كاملة وبتروح نسخة على وزارة الصحة، نسخة على وزارة الداخلية. وأنا جربت أتعبت لأنه شو بحط لك وثيقة الوفاة؟ هذه سبب الأسباب، موت مفاجئ. طب إذا واحد معه كانسير بيموت موت مفاجئ، إذا عمل ضربته سيارة بيموت موت مفاجئ، بيحط
اليوم لو عندنا سيرتيفيكات وثيقه وفاه واضحه بتقدر تعرف مثلا وين هالسرطان عم بيصير. هل هي شكه مزبوطه مثل ما بيقولوا ودخان شكه تعمل للمنطقه سرطان اكثر من غيره؟ هل معمل الزوق هل اللي طاني مثلا وتقول تلوث اللي طاني اوكي هو كمان سبب اكثر؟ ما عندنا اذا بدك دراسات، لانه اهم من الموضوع انه نقول في سرطان بدنا نعرف وين وليش، وين وليش. هلا مفروض وزارة الصحة إذا حطت إيدها على الموضوع وشافت إنه مزبوط في سرطان نسبة كبيرة يعرفوا ليه، يعرفوا ليه. هل هو تدخين دخان السيارات المازوت؟ طب ليه ما عندنا مازوت نظيف في لبنان؟ أنت بتمشي شركة فولكسفاجن مدري أودي التركوريا بألمانيا لأنه زعبرت سحبوا السيارات كلها، الفلتر تبع الغاز كربوني، خربوا الارض، دفعوا تعويضات مليارات اليوروات. نحن متمين لانه ما في احترام للقانون. انت بتسترجي وفي احترام للانسان دكتور جزر، اي قانون او فيرامون انسان، الانسان كله سوا هم شايفين. في شغله صغيره، في شغله كمان، هي تطبيق القانون هي كمان لها دور او لها علاقه بانتمائك الوطني، انتمائك للبنان. نحن انتمائنا للبنان مش انه نعمل حمص وتبوله ونزقف هو سيف وتبوله. انتماء الوطني هي انك انت اذا شفت واحد عمل مشكله على الطريق، عمل سد زباله على الطريق، تقول له انا امبارح شفت واحد كب علبة دخان هيك على الطريق، قلت له ببيتك بتكبها على الطريق؟ انا استاذ الثاني عم كان مشي كلبه اوكي وصق على الطريق، قلت له مين بلمون اذا واحد دعس فيهم؟ مش مضاها على الطريق عم بحكي لك ما بتروح انا بيتي انا بيتي انا بس بعرف دكتور حبيب قلبي بعرف ليه ما عندنا عمل برج مراقب لا لانه عندك ما عندك حس وطني، ما عندنا حس وطني اوكي. والله العظيم انا ايام كنا حاطين موسيقى اكثر من اللزوم عاليه ببيتي، بقول لهم يا عمي ما تنسوا الجيران، ما تنسوا الجيران. بخيه تربيه دكتور جزر، اخلاق وتربيه مثل ما الانسان مربى وعنده بيحترم الناس. شو بدك انه ام هيدي انت هلا شو بدك هبدها منا معممه هيدي منا مجتمعي شيء بلا. عندك ناس هون خبر خبريه دكتور بالزمانات كنت طارق كان وزير انت هيك لانه مربى هيك وزير باروزه وكان وزير بالحكم بالحكومه بقى قال لي بعث لي اذا عندك صور الناس عم بتدخن بالمحلات تشوف شو بنعمل. رايح على المطار بس توصل هيك بدك تعطي باسبورك دركي واقف على جنب عم يدخن، اخذت الكاميرا اخذت التليفون بدي صوره. الشخص عم ياخذ مني باسبور، يعني شو عم بتصور له اجري؟ قلت له لا عم صوره له لانه المفروض اذا انا عم دخن هو يوقفني بالمطار هون. قال لي طلعت كان في قائد منطقة مش متذكر مين وقتها عم خبره خبرية بالسلام، قال لك يا حكيم بي كان يقول الولد العاطل بجيب لأهله البهدقة. عفوا قلت له بي كان يقول الولد العاطل بده كفين على رقبته. مش مزبوط. إذا ما في كرباج يا سي جورج ما في قمع، ما في قوانين تطبيق قوانين. هلا كل شيء من اللي عندك لهون بخبرك كم موتوسيكل، حتى ما نقول كمان اللي لابس دركي للزلمه سايق الموتوسيكل بلا نمره وبلا بلا بلا كاسك. طب ليه؟ شو بيمنعنا؟ شايفين الناس عم تتعذب من هون تتوصل على العالم عملتين اوكي. طيب شفت من هون العملتين انا شفتهم كلهم سوا، طلعوا اربع دركيه، اثنين قدام العينيه تي مشهور شغله للعينيه، واثنين قدام كبابجي، واثنين قدام فرن السلطان. شفت لك شو واحد عم بيسهل الناس يلا مشوا 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 مش لانه ما بيقدر لانه ما بخففوا هذا السلطان ما بيعطي حلوان اللي سهلوا الامور. بدي اقول لك بكل صراحه طيب ليه؟ العالم عم تقعد ثلاث ساعات على الطريق ليه؟ ما فهمت. هذا جزء من ازمه السير يلي المخالفات قسم منها ما هيك؟ إيه؟ تطبيق القانون قسم ثاني منها وتوسعة. ان شاء الله هلا في مشروع شو عرفت؟ ان شاء الله في مشروع. اي اهم دكتور جزرة استراتيجيه الطبيه الوطنيه الاستشفائيه البيئيه ام استراتيجيه الدفاعيه عن جد؟ اي اهم؟
انا بالنسبه كطبيب انا بالنسبه انا كلبناني انا بحب مش بس كطبيب هي اهم هي اهم استراتيجيه دفاعيه ولا استراتيجيه ولا استراتيجيه الناس حياه الناس بتنزل يكون في يكون في ورشه عمل اجباريه مش الموضوع الصحي بلبنان شو متوقع بالحكومه الجديده ان شاء الله يجينا وزير صحه يطلع شو ابعد من انه يوظف ناس من حزبه ابعد من انه يوزع المصريات حسب مصالحه يكون في وزير صحه تحكينا بالصحه يعني كم مره انا بدي اسال كم مره انت شفت اعلانات او سبوتات بالتلفزيونات على الوقايه من النصاحة من التدخين من السكري من القلب من كم مرة شفتهم كم مرة الحملة الوطنية لمنع التدخين وزارة الصحة كم مرة شفتها عم تشتغل وعندها مصاري من WHO وزارة الصحة العالمية نحن بدنا وزارة الصحة تكون وزارة الصحة مش وزارة الشؤون الاجتماعية انت عارف انه بالماضي كانت وزارة الصحة اسمها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ليش لانه بفرنسا اسمها أسيستانس بيبليك بعد اليوم اسمها أسيستانس بيبليك اللي بفوت يتحكم على حساب الدولة اسمه أسيستانس بيبليك وأسيستانس بيبليك يعني بتعمل انت انكات بتعمل استقصاء تشوف اذا الشخص بحاجة بالفعل انه يفوت يتحكم على حساب الدولة نحن اليوم وزارة الصحة عم تعمل شغل وزارة الشؤون يعني عم تيجي توزع تتحكم الناس بالمستشفيات وزارة الصحة عطتك شي مرة رقم كم تلميذ طب عم يتخرج من لبنان كل سنة وهودي شو مصيرهم؟ في شيء اسمه نيميروس كلوزيوس شو اسمه عفواً؟ نيميروس كلوزيوس يعني عدد التلياني انه عدد الأطباء اللي مسموح فيهم هالسنة كل سنة بأوروبا بيطلع نيميروس كلوزيوس جامعات تتصور انت قديش عندنا جامعات طب لبنان؟ لأنه ما في هاي سياسة غايبة أصلاً سياسة التوجيه لا غايبة عنا بكل شيء مش بس بالطب يا دكتور هاي سياسة يا ألمسي بردون أنت بتعرف كلهم يلا مهندس مهندس حكيم يا سيجور هاي دي سياسة إرضاء الأحزاب والكتل السياسية لأنه الروم بدون الجامعتين والموارنة بدون جامعة ولك شو والكويت لحال كويت لمعنا هلا شيء نحن عنا شيء الكويت لمعنا دقت بعينكم هلا هاي دي الجامعة التانية كل خمسين كلها جامعة واحدة بس جامعة قد الدنيا قد الدنيا كلها البلمان شو بقى وهلا واحدة تانية بعدين ليش ما في توجيه كمان للشباب على 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 معك حق معك حق معك حق معك هيدي هيدي في مشكلة التوجيه إذا عندك فلتة حنفية ماي بالليل تلاقي حدا يصلح لك اياها؟ شو بدك موعد؟ بيجي لابس برنس كمان شو لقين؟ مرة خد موعد مرة في ست طلبت بفرنسا سنجري تيصلح لها حنفية اجا اشتغل هيك نص ساعة صلح فيها قلت له قد ايه بتأمر؟ قال لها 200 يورو قلت له قال لها 200 يورو قلت له 200 يورو؟ ولو على هالتسليحة هيدي؟ هلا كان حكيم مولادي هون عم طعم عطى فاكسان لثلاث اولاد ما اخذ 150 100 يورو قال له مدام انا كنت حكيم منيح دكتور احسن لك شوي منيح قال لك انه ما في توجيه احنا بلبنان ما في توجيه منيح حكيم صار سنجري منيح يلا ناخذ بريك دكتور جازر بنرجع بعدها بنتابع حوار اليوم أهلا بكم مجددا في حوار اليوم وأهلا بالدكتور شارل جزرة رئيس جمعية حياة حرة بلا تدخين أهلا وسهلا فيك دكتور جزرة رح نكمل أنا وياك بس إذا بتسمح لي بدي أخذ الدكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام نسأله عن المعطيات المستجدة بالوضع الاقتصادي والتحركات والخطوات يلي ناوي الاتحاد العمالي العام ينفذها ويخدها بالمرحلة المقبلة دكتور أسمر يعطيك ألف عافية
حضرة الإعلام الكبير، أنا بحييك وبحيي ضيوفك وبتشكرك على الإضاءة الدائمة على شؤون وشجون العمال. الله يديمك، وهيدي وجباتنا وأنتم عم تقوموا بوجباتكم، وخصوصا حضرتك دكتور أسمر على أتم وجه، نحن اللي بدنا نشكرك عليها. دكتور أسمر، اتحاد العمال العام يتعاطى بالأرقام وليس لا بالشائعات أكيد ولا بالتمنيات، يتعاطى بالأرقام بالوقائع بالمعطيات الموجودة قدامه. بدي أسأل حضرتك، الوقائع والمعطيات والأرقام الموجودة أمام الاتحاد العمال العام، هل تنبئ بالفعل بأنه الوضع سائر نحو مرحلة غير مريحة، أم أنه الوضع قابل للاستلحاق وقابل لإعادة الاستنهاض، شرط توافر النيات وشرط توافر الاستعدادات وتشكيل الحكومة إلى أي مدى يشكل جزء من هذه الاستعدادات؟ تفضل دكتور أسمر. الحقيقة أن الوضع فينا نقول صعب، منه سهل، إنما قابل للاستلحاق، وهيدا اللي جوهر تحرك الاتحاد العمالي العام بهالمرحلة بالذات ولقاءاتنا مع المسؤولين. طبعا التقينا دولة رئيس مجلس الوزراء وطرحنا هموم وشجون الناس، وأهم تأليف حكومة بالسرعة المطلوبة وبالسرعة القياسية، وأن تكون حكومة أكفاء ومن أشخاص نظيفي الكف ومسؤولين بالفعل مسؤولين. يعني مش مقبول بقى يكون في حكومات تؤلف على قياسات معينة وفق مصالح وأهواء معينة وفق محاصصة، خاصة بهالوضع الاقتصادي الصعب نحن اللي عم نعيشه، لأنه هيدي الحكومة ساعتها بتساهم بالخراب أكتر وأكتر. مفروض يكون في حكومة مقبولة من كافة الفرقاء، إنما تعتمد الكفاءة، منسميها حكومة العهد الأولى كما أعلن فخامة الرئيس، وهالحكومة بتساهم بالاستنهاض الكبير اللي مطلوب منها. حقيقة إذا عملنا هيك جولة صغيرة، الكهرباء ليست بألف خير، المياه مقطوعة، النفايات بالشوارع، لا حلول للنفايات، لا حلول لأزمة السير، ما في خطة نقل مستقبلية، توقفت القروض، ما في حل لموضوع السكن، موضوع الإيجارات في حوالي مشاكل، يد عاملة أجنبية تجتاح لبنان، والعمالة اللبنانية بنحطها على الرف ومنصرفها صرف تعسفي ولا نستعين بها، بالعكس بنستعين باليد العاملة الأجنبية، وكأننا نهيئ لانفجار اجتماعي، مش عقد اجتماعي وحوار اجتماعي. المطلوب حكومة بالسرعة المطلقة، ونحن بكرة رح يكون لنا موعد كمان مع رئيس تكتل لبنان الأول وزير جبران باسيل بكرة بوزارة الخارجية، لكمان نطلب منه بصفته أحد كبار مهندسي السياسة اللبنانية بهذه المرحلة، ليكون في سرعة بالتنفيذ للوصول إلى بر الأمان، إلى حكومة العهد الأولى فينا نسميها، اللي هي بقى تطلق الإصلاح وتقضي على الفساد كما هو متأمل منها. دكتور أسمر، هل لدى الاتحاد العمالي العام استراتيجية وطنية إنقاذية سوف يعرضها، يقدمها لفخامة الرئيس، يقدمها للحكومة؟ هل تعتبرون أنه الحكومة يجب أن تتضمن أن يكون الاتحاد العمالي العام العماليين، يعني نسمع أنه هالحكومة بركة تضم كبار رجال الأعمال ورؤساء هيئات اقتصادية، لماذا لا تضم الحكومة الاتحاد العمال العام أو من يطلب الاتحاد العمال العام أن يمثلوا في هذه الحكومة؟ هل اقترحتم هذا الشيء دكتور أسمر؟ الحقيقة هذا الكلام تم تداوله وانحكى مع دولة رئيس مجلس الوزراء، أنه إذا فيها تمثيل لهيئات الاقتصادية يكون في تمثيل للاتحاد العمالي العام بالحكومة المقبلة، وهالتمثيل ضروري للدفاع عن مصالح العمال بهالمرحلة العصيبة اللي عم تمر فيها الطبقة العاملة بتاريخ لبنان. والحقيقة نحن كرؤية اقتصادية عملنا رؤية اقتصادية ورؤية ضريبية كمان، ورفعناها إلى المسؤولين بدءا من فخامة رئيس الجمهورية وحتى معالي وزير المال، ومرورا بدولة رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس النواب. عندنا رؤية واضحة بكل المجالات، حتى بالمجال الإسكاني، وبهالمناسبة يعني أنا بطالب أنه يكون في وزارة للإسكان
وزارة للتخطيط، لازم يكون عندنا تخطيط بلبنان، مش معقول نكون بدون تخطيط، بدون وزارة للإسكان مخصصة للإسكان بظل هالوضع الصعب اللي عم نعيشه من توقف القروض وكل شخص وتنصل جهات كبيرة من تمويل القروض للشعب اللبناني. حقيقة كمان يعني بدي أقول إنه الشباب اللبناني بحاجة لرعاية، بحاجة لتخطيط. عندنا 25,000 جامع يتخرجون سنويا، ما في فرص عمل إلا ل 3,000-4,000 جامع. نحن عم نعيش مأساة حقيقية، وكأن دعوة للهجرة كمان بالمقابل. بحاجة لاستنهاض على جميع الأصعدة. هالاستنهاض برجع بقول بده يكون بحكومة أكفاء وحكومة مسؤولين. نحن عنا رؤية، عنا رؤية اقتصادية، عنا رؤية ضريبية تصاعدية، عنا رؤية للمناطق الحرة، ورح بيكون لنا أطلالي من الشمال بخصوص كمان المشاريع التي تنفذ بالشمال أو المنوي تنفيذها مع رئيس غرفة الصناعة والتجارة الأسبوع المقبل فوق، لحتى نحط الإصبع على الجرح كمان ونواكب نحن عملية التطور. نحن بنقول إذا الهيئات الاقتصادية مرتاحة نحن بنكون مرتاحين، منا نتساعد، إنما ضمن مبدأ يحفظ كرامة العامل اللبناني بأجر لائق وبعمل لائق. خارج هالإطار سنكون بالشارع للدفاع عن مصالح وحقوق 90% فينا نقول من الشعب اللبناني. دكتور بشار الأسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام، شكرا لك، الله يقويكم، وإن شاء الله إلى لقاء قريب مع حضرتك دكتور أسمر. شكرا 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 مشكور. يعطيك العافية. عندك تعليق اللي تفضل فيه دكتور؟ لا يعطي العافية. التعليق الوحيد هو أنه الطائف أكبر فوضى عملها أنه ما في حكومات. يعني بمعنى لما يكون عندك رئيس جمهورية بغير بلاد أو رئيس وزراء اللي هو بيعمل حكومة، قبل ما يحكي قديش بيطلع له الدرزة وقديش بيطلع له البارود، بدهم يحكوا شو مشاريع هالدولة. الأحزاب شو يعني اليوم عم نجي نحط ناس مختلفين بين بعضهم بحجة انه ما نعمل حكومة وحدة وطنية، ولكن عم نعمل حكومة ناس قتلت بعضها بالحرب. يعني كل الأحزاب اللي قتلت بعضها بالحرب، اوكي، القوات الاشتراكي، أمل، اوكي، طبعا هوني هودي بالحكومة، ولا جارب البعير معهم، هودي عم تيجي تحطهم مع بعضهم طاو ألف حكومة، ما هن عم تناحروا مع بعضهم. اليوم مش معقول يكون في حكومة ثلاثة أصحاب مع بعض، ما هي صاروا أصحاب هذا يمكن. أوكي طيب ليش لا، ليش لا، صحتين بيكونوا أصحاب بس ما يناحروا الباقيين. يعني اليوم أنا بتذكر أول ما تعمل وزير جبران باسيل وزير الطاقة، كان في مريض عندي بالمستشفى، قلت له خي عم بيعرقلوا له جبران باسيل مش عم بيخلوا. قال لي انا كمان اذا الكهرباء عم بدها تجي عن يدي جبران باسيل ما بدي ابدا على عتمه. امتى انت اعطيته دواء للزايده؟ اوكي عرفت ان الموضوع الموضوع انه ما فيك تعمل حكومه اللي بده يجي وزير مال بده يمنع مصاري عن وزير طاقه، وزير طاقه مثلا ما بيتفق مع رئيس الوزراء انه خي اذا في هالمشروع انت موافق عليه دعمني مجلس الوزراء. يعني في شغلات مرقت بالحكومه الماضيه انه بغض النظر كاني انا بالتيار الوطني الحر ولا غير التيار الوطني الحر ولا عم دافع عن الوزير سيزار ابي خليل او الوزير الطاقه، بس لما يكون وزير طاقه نحن بنعرف انه كان الرئيس مجلس الوزراء موافق على قصه البواخر، مش هيك؟ طيب رئيس مجلس الوزراء ما شفناه بمجلس الوزراء لما كان عم يتناحروا وزير الصحه وزير الطاقه، ما شفناه يتدخل كرئيس مجلس الوزراء انه خي لا هذا الموضوع مهم ولازم نمشي لانه الناس بدها كهرباء. يعني ما فيك تعمل حكومة اليوم بمجرد انه نحط هذا بده ثلاثة وهذا بده خمسة بده عشرة الا ما يكون عندك مشروع شو بدك تعمل بعدين، بدك تتفق مع بعضك. يعني نطلع عند طالما ما اعطيته ثلاثة وزراء دروز للوزير جملات الكهرباء ممنوع تقطع الجية بالكهرباء. طيب شو الحديث هيدا؟ الناس لازم تعرف وين على العرقلة، الدرزي لازم يعرف وين هذا، والمارولي بده يعرف وين المشكله، والروم بده يعرف وين المشكله، والسني بده يعرف وين المشكله، والشيعي بده يعرف وين المشكله. ما فيك تعمل حكومه انت لما يكون وزراء جوا عم يتناحروا جوا، ما فيك. شو صار بعد الانتخابات النيابيه بلشت المشاكل وبعد نتائج الانتخابات؟ لانه في ناس كان مفروض تنحل المشاكل. ايه لا صارت مشاكل. لا لانه في ناس كانوا متصورين انه هاي الانتخابات راح تخلينا على موقعهم ونفس الحجم تبعهم النيابه. اجى هالقانون هيدا عطى حجم اكبر للقوات، عطى حجم اكثر للتيار الوطني الحر،
الباقيين خفف له من دورهم. يعني انه كنت تتصور انت يكون في عندك وزيرين للتيار الوطني الحر بشوف او وزير ثلاث نواب بشوفوا علي ثلاث نواب بدهم اوكي لا لا شوفوا علي ما هي دايره واحده شوفوا علي او بزحله او بالكوره كل لبنان. هودي الناس شافوا انه القوه هيدي صار عندها نواب ما رح تقبل فيها تخسر ما هن قبلوا كلهم بالقانون النسبي والقانون النسبي عطى الكل حجمه يا حبيبي مثل مزبوط مثل واحد مزبوط. مثل واحد بتكون عم تلعب انت وياه مثلا طاوله بتتفق انت وياه خيي اللي بيخسر بحط 5 ليرات اوكي بيخسر لا خيي انا ما قلت بدي 5 ليرات طب ما انت خيي ما بفت بمشروع القانون وفاته انا شخصيا انت بعرف انه انا كنت من المحتملين المرشحين محتملين بالنيابة قبلت بلعبة اوكي قبلت فيها وما ربحت قبلت باللعبة وقال لك فيه ما قبل باللعبة اللي اليوم اللي عملوا هالقانون بدو يقبلوا باللعبة وهذا اللي عم بقوله في خمسة الرئيس اليوم كلهم ما نخلي رئيس جمهورية أنطونتات زكين منسميه مسيحي يكون هو قدر يحكم هالبلد بطريقة من الطرق. هل هل هالشيء اللي صار انه الرئيس مجلس الوزراء سعد حريري جمع الوزراء السابقين سنة بدار الفتوى تقولوا انه رئيس الوزراء هو المؤلف الحكومة الجمهورية انه نحن السنة اللي نحكم البلد بيرجع الشيعي بيقول لك نحن انا اي بلد بالعالم في 3 رؤساء الرؤساء الثلاثة شفت هذه الشي مرة بشي بلد في رؤساء الثلاثة بزمنات ما بذا خبرتك يا شي مرة هون هلا بغض النقطبه مش عم بقصد حدا بالموضوع خبرته يا وقت فخمت الرئيس كان في 14 جويلية 14 تموز عيد الوطن الفرنسي كنت انا تلميذ بفرنسا كان في الله يرحمه جاك مارتان اللي كان يعمل ايكول دي فان وكان عنده برنامج نهار الاحد هيك تنكيت بكيت بس يطلعوا يقولوا مسيو لو بريزيدان فافو بارلي فخامة الرئيس يتوجه اليكم يبلش النشيد الوطني مارسيلياز يطلع بجاك مرتبة واحد البرامج تبعه يحط لو بريزيدان فافو بارلي عم الناس تنهز الرئيس بده يحكيكم ما بيطلع بريزيدان دو لاسوسياسيون دي زاكروكيلتور دو لورين الرئيس جمعية مزارعين لورين انه الكل اليوم بريزيدان اذا ما فيك تقول بريزيدان اوكي في برومي مينيستر في بريزيدنت لا شامبر مزبوط اوكي ما في دور الرئيس الاول والرئيس الثاني والرئيس الثالث ما في منها ايدي بس انت انا ضده رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء اوكي حتى ما في ما في ما في بريزيدنت دو كونساي بفرنسا في برومي مينيستر صحيح في برومي مينيستر الوزير اول بين الوزراء المتقدم بين المتساوين الاول بينهم هيدا 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 هذا سبب خلافتنا كنا بلبنان ما في راس دكتور جزرة كل عمر الحكومه بتنعمل بعشرة اشهر ستة اشهر سبعة اشهر ما صار له شهرين العهد مش قادر يعمل الحكومه المشاكل ورتينا من 20 و30 سنة لهيدا اوكي هلا في قصه النفايات استجدت من سنتين ثلاثه ما بعرف شو هالسحر بالنفايات يلي ما عم ينفك شو هالعقد ما عم تنفك لكن المي ولا هدول كلهم سوا هيدا العهد طيب الفنادق مسكره مطار بيروت راح من هيدا اوكي طيب ساعه تبعيته 6 ملايين بس انه الشباب الله يعطيهم العافيه اللي عم بيشتغلوا عم بيشتغلوا قطقطهم واكثر بالرغم من كل الملاحظات يلي عم تنعطى شباب عم بيشتغلوا أكتر منطقتهم وعم بيجي ناس وإن شاء الله بيضلوا يجوا ناس حركات الحركة السياحية بلغة المسؤولين السياحيين والفنادق وكذا 16 أو 20% أحسن من هذيك السنة في حرب شائعات وافتراءات وتضليلات الوضع الاقتصادي كل عمره الوضع الاقتصادي 40 سنة صرنا بالحرب نحن واقفين عجرينا كل الدول حوالينا انهارت الوضع المالي ممسوك الليرة اللبنانية قوية مصرف لبنان ماسك الوضع بجدارة وبقدرة وكل الوضع بعده لحديث هلأ مش بس تحت السيطرة بعده أفضل مما المشوهين والمضللين والمفترين وهذا سؤالي لألكم بكل هيدولي كلهم سوا
هل كل الهدف معقول إنسان يدمر بلد، يدمر بلد ويشوه سمعة بلده ويحقر بلده لهالدرجة كرمال لأنه بس نكيب ميشيل عون ولا نكيب جبران باسيل؟ ولا في ملاحظات في حق فيها ما معه حق فيها ما بعد، بس معقول إنسان يدمر بلده نكيب شخص؟ ما قلت لك اياها لا لا انا بدي اسمع رايك بهذه النقطه. الاوتيلات مسكره وبيجي بيقول لك ما في سياحه بلبنان، خلي يروح لاقي اوتيل. خلي اقول لك ليه، لا لك ليه، لا ما فينا ننكر. انا مثلا طبيب مش هيك، صار لي 44 سنه بحكم، اكد لك مثل هالسنه ما شفت ناس تعبانه تتيجي تطبب مثل السنوات الماضيه. طيب حياتي ما شفت شقق فارغه مثل ما في اليوم، لانه فورا العقاريه والعمرانيه كانت غير صحيه وغير طبيعيه. لأنه دكتور جزرة انت بتعرف يعني وصلت الاراضي لهذا مثل كانك قاعد ببيفرلي هيلز وبسان جيرمان يعني. ما بدي طيب خلص اوكي انا بس عم بعطي ملاحظه لك يعني. لا لك ليه، اليوم اذا بتيجي بتقول بالزمانات اذا زفت طريق انت من يسوع الملك لفريا، اوكي الناس ما بيشوفوه، زفت له الطريق اللي بتفوت على بيت جورج ياسمين بفيترون بجنن رأيك والله ما في منه. فهذا شاب بزمانات عمل كسر وين كله زفته وعملته استرداد، عمله استرداد وجه الحلف وعمل لهم بورجوني. وقت الحلف صار يفتشوا الناس وين صندوق المسيحية تذكر؟ ايه مظبوط. وقت فخامة الرئيس كان النايب الله يرحمه كسر وين ما يتفقع، وقت ودفشن فخامة الرئيس وقت كان بعده نجيب طريق يسوع الملك توصلت على كفر دبيان. قلت له جنرال وقتها ما يعملوا فيك مثل عملوا بفؤاد شهاب. العالم بدهم الخدمة المباشرة لهم. اليوم بلك عم بقرا مش الخدمة العامة. ايه شفت على برية الاخبار امبارح كان في مقال كتير حلو، مراجعة لشو عملوا ميشيل عون. صور بحفظ الالقاب معودين له اكيد حبيبي. ايه معودين له جنرال. وهيدي الكلمة اللي أحبها اليوم عالبه. اليوم مثلا نسيوا الناس انه كانت ما حدا بيسترجي يفوت على عرسال، مزبوط ولا لا؟ نسيوا الناس انه كان في قانون، اوكي كانوا ينقوا على القانون الناس، بس عملوا قانون يقدروا ينزلوا يصوتوا ويغيروا ما حدا نزل. مزبوط 50% من اللبنانيين ما صوت. لما شافوا مش قليل هالنسبة، لما شافوا انه كل دول المنطقة حوالينا فيها مشاكل كتر خير الله عنا نحن الامن مستتب، هيدي ما بشوفوه. بيشوفوا بس انه مثل ما شال جزر عم بنق هلا انه بس يروح على معملتين بده يقعد 3 ساعات، اوكي لانه بدهم شغله مباشره لهم، بدهم شغله مباشره. هلا ما بيمنع كمان ازمه السير ما بترحم وعلى القليل الدوله لازم تساعد بتخفيف هذه المعاناه. الموضوع شيء كارثي يعني. موضوع نسي الناس مثلا انه جسر جلال الدين له كذا سنة من قبل ما يكون رئيس جمهورية موجود، صحيح وهلا عم بينعمل. ما حدا فكر يعمله، ضلوا معرقلين. انت بتعرف انه انا عندي معلومات انه فخامة الرئيس منع وزير يعمل عقد بالتراضي لشغلة كان مستفيد يدنا مباشرة مش بالمصاري بس فخامة الرئيس منع الوزير يعمل بالتراضي. هودي ما بيشوفون الناس، عرفوا مثلا الناس ما فرقت معهم انه تلزيم المنطقه الحره بالمطار طلعت من مليون 100 مليون ليره 100 مليون دولار مزبوط. هلا اكيد الناس بدهم تشوف قد ايه راحت الدوله بالسنوات قد ايه تاخذ انسرق من الدوله مصاري. الناس بدهم اكثر. نعم بدنا اكثر ايه بدنا اكثر لانه املنا كبير كان. هلا توقيف صفقة الميكانيك كمان هيدي قصة كبيرة بقى. ها قصة كبيرة كمان مجلس الشورى الدولي أخذ هيدا القرار الكبير مع أنه قرارين ثلاثة ويردون قرارين ثلاثة كلهم يردون بس هلأ ما بقى في صفقة ميكانيك. بس قديش بده يحمل طالما في ناس بعدهم لأنه في ناس في مافيات واللي مغزي المافيات هن رأس الأحزاب اللي كان في الحيك بالبلد وقت الحرب. انه معقول هلا ما عندنا كهرباء بلبنان لانه اصحاب الموتورات بيزعلوا لانه بيع الفيول بينزل للموتورات بيع المازوت؟ اخي انت الناس ما عم تعرف ليش ما في كهرباء. ما في كهرباء لانه اذا وقفوا الموتورات عن الشغل اللي بيبيعوا مازوت رح يخسر بيتهم. ايه ولا لا؟ المازوت شو بالشتاء ما بيبيع مازوت؟ لك لا الموتورات الشتويه بعرف ايه ما انت بتعرف اكثر مني هالشغلات.
اليوم مين بتحكم بالحي؟ اليوم بتحكم بالحي صاحب الموتور وبيع ستر المي. ايه اوكي، واللي بيبرم الحنفيه من فايترون على على المجمعات السياحيه تحت. لا منيح عسلمت زبطون عسلمت. ما يعني بعرف عن جد ما بعرف. انا بعرف انه المدير العام مدير العام جان جبران ايه نحن بنوجه عامل جهد وجه له تحيه كبير وانا بدي اوجه له عن جد كمان لانه انا عايش بمنطقه كان دائما تعاني وكثر خلق الله من وقت ما اجى المدير العام صار في امر انه ممنوع حدا يتعب بالماء يكون مصالح الناس يعني على شو بيقولوا قدر الامكان بس استاذ جان شو بيقولوا عم بي عم بي عم بيقاتل بشراسه لاعاده الوضع الوضع الى الانتظام العام ونحن بنوجه له الف تحيه بالفعل بشارش. بالفعل انطباع الانطباع جدا جيد والنتائج كثير منيحه ان شاء الله الله ياخذ بيده يعني استاذ جورج بدك فري عمل استاذ جورج بالزمانات كنت مع شخص معه شوفير عم بيسوق الشوفير ماشي على الزيح مش بين الزيحين رجعنا قلت له حبيبي ليش ما فيك تمشي بين الزيحين؟ قال لي حكيم انا ميليشياوي بحياتي ما فهمت شو يعني ديسيبلين شو يعني القانون شو يعني نظام انا عشت في الحرب ميليشياوي ما كان عندي قانون امشي عليه ما كان عندي نظام لسوء الحظ بعد في عنا ناس بعدهم بفكر ميليشياوي وبعده بالحكم بشي طبيعي شي طبيعي شو بتستغرب يعني طيب شو لا ما بستغرب بس انا بأسف طيب بس خليني اقول لك هلا انت بتعتبر نحن قبل ما يخلص وقتنا لكن قبل ما يخلص هذا الوقت بدي تحديدا منك هل بتعتبر انه نحن فعلا بأزمة حكومة ولا بأزمة حكم يعني كل هدول رح يودونا عاجلا ام آجلا انه مش ضابطة لا ولا هلا خلص وقف القصة بك يا سيدي كنا معلش انا بحكي الوضع دائما بمحبة وباحترام وزيادة عن اللزوم بالواقعية والصراحة والصدق انه بمعنى انه بنحكيهم اوقات غيرنا ما بيحكيهم لكنه طيابات وسمن على عسل والرئيس الحريري الله يوجه له الخير وقت رجع من السعودية على احتفال الاستقلال نزل دمعته وقت غمره للرئيس كأنه شخص طالع من مثل تيري أندرسون وقت أفرجوا عنه الخاطفين وهذا عظيم طب كنا سمن عسل هلأ صرنا بمرحلة خلاف ما بعرف مين عم بيخلف بيناتهم كنا بوضع أحسن كانوا المسيحي القوات والتيار الوطن الحر عملوا تفاهم مع راب ما هيك بجنن كان وصلوا لوقت أنه صاروا قوة مستهابة هلأ رجعوا قاعدين هيدا بيشمت من هون وهيدا بيشمت من هون والكل عم بيشمتوا فيهم انه ها ليك كيف اختلفتوا ليك غيركم كيف متفق وهذا ما بدي طول اكثر لكن على علمك كانت العلاقه منيحه بين التيار والتيار الازرق والتيار البرتقالي بين القوات وبين تيار الوطن الحر ما بعرف شو بسميها انت صايبه عين خطا بالتقدير ما بعرف شو ليش رجع الوضع وهذا وبذات الوقت كمان المصالحه مع وليد جنبلاط كمان اهتزت يعني صار في كل المصالحات اتخربطت بدك تقلي هي ادي خارجية ولا حدا قاعد عم بيضرب بالمندل ولا هيدول اللي شو بسمون الفضول اللي بينقزوا فيهم بالإبر مش انت حتى يكبوا يكتبونهم شو ليه صار هيك لانه في ايجو ليك لما بيطلع صاروخ من اليمن على نجران بتعترضوا السعودية بتتهم حزب الله انه فكرك انه هالصراع هذا اللي هونيك مش موجود عندنا هون بلبنان بلا خلص اليوم اجى الرئيس حريري بعد قصة السعودية وحجره بالسعودية فهم وجرب يفتح على الناس لانه كان موقف حزب الله وموقف الرئيس نبيه بري بالنسبة لحج رئيس سعد الحريري مهم مزبوط ولا لا خافوا الناس اللي هن ما بدون هالموضوع هذا انه يكون في تقارب بين دوز رئيس سعد الحريري وحزب الله من هون اخترعوا مشكلة واللي هي فرجعوا خففوا من هالعلاقة هلا بيني صلحها شوي رئيس الحريري لا بيني وبين تيار ما في مشكلة يمكن الوزير بخاري أو سفير بخاري بيرح قام بالعمل ايه بركي ايه. في شيء عم يتحلحل ما بعرف هيك خلص هيني بتعتبر انت لا بتحلحل بلبنان بده ينحل كل شيء بالنتيجة بده ينحل ما في يعني مش هنضل هيك في حكومة ببلجيكا ضلوا 12 شهر ما عملوا حكومة
ايه ليش لا؟ كل عمرنا نحن نحن ضلينا اربع سنتين بلا رئيس جمهورية. ايه كمان سنتين ونص. سنتين بلا رئيس جمهورية. طيب. لا خلينا بلا ما نضيع امل، اوكي؟ بس نحن نحط كمان شوي من قدر امكانياتنا نقدر نكون نحن مشاركين بنضوج هالبلد. دكتور جازع بتحب تقول شيء بعد خلص وقتنا؟ لا بدي اتمنى صيفية حلوة لكل الناس، وبدي اتمنى من المسؤولين يوما ما نقدر نحلم يكون عندنا شط نقدر ننزل عليه بكل حرية من دون ما ندفع مصاري، اوكي؟ ويكون في متر نجار، يكون في حدا يراقب، يعني في خطورة. هلا نحن الناس لازم تسبح مش هيك؟ في شيء، في شيء بحر ببليك شو بسموه شعبي، مسبح شعبي، الدولة حاطة متر نجار هونيك إذا صار شيء يعني ليه؟ ما نحن كلنا بنسافر، بنروح على نيس، بنروح على كان، بنروح على قبرص، بنروح على اليونان. طب ليه هودي ما بنتعلمه؟ نحن ما بنتعلم الا بس السيجار وكارلا بروني عشان زقف. ما طيب منيح، هذا ظاهره خير، مهرجانات دليل عافي. دليل عافي. شكرا لك دكتور شارج جازرة، رئيس جمعيه حياه حره بلا تدخين، نتعود عليها. اهلا وسهلا فيك مشاهدينا الكرام، الى اللقاء.